بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورب الخير جميعا. بعد ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الدوم ويعني ايه دوم، هنبدأ بشكل مباشر وسريع جدا ندخل في مجموعة الخصائص اللي بتخلينا ان شاء الله بإذن الله نقدر نأدت ونمانج الـ HTML دوم. عندي صفحة عادية جدا ما فيها اي شيء، فيها دوكتايب HTML وكم واسم ميتا، وفيها بادي واخد كلاس كونتينر، وفيها H1 واخد ID، وفيها باراجراف والسكريبت المربوط وما فيش اي سكريبتات موجوده معايا، وانا عملت ريلود هلاقي اني ادي الاتش 1 ادي الباراجراف وكلمه باراجراف دي بوت. لو انا بديت بشكل مباشر علشان اقول لحضرتك الرول الاولانيه ان كل العناصر بتاع اتش تي ام ال بتكون عباره عن اوبجكتس، اي عنصر موجود في HTML بيكون عبارة عن Object، وكل Object بيمثل لي حاجة اسمها النود. النود ده بيكون عبارة عن تقاطع نقطة مع نقطة في التري. تمام كده؟ جيد. لو انا قلت مثلا Document وعملت Endo Enter، Document ده بمثابة اهو انا Document ده اللي كنا زمان بنسميه الـ Viewport، يعني الحاجة اللي بيشوفها المتصفح. تمام كده؟ ده بنسميها الوثيقة الكاملة او Document. فانا لو فتحت الـ Document وعملت هوفر عليها هلاقي انه بيحدد لي كل النص بتاع او كل الكلام الموجود في الفيو بورت. لو فتحت زائد هلاقي ان اللي ظهر لي كل المحتوى بتاعي الدوك تايب والاتش ام ال والهيد والبادي والبدايه والنهايه بتاعه القضيه ديت كلها، ده اللي احنا بنسميه ايه، ده اللي بنسميه الدوكيومنت. تمام كده؟ جيد. اوكي إيه، لو انا كنت عايز اقول مجموعه من الخصائص اللي بتميز الدوكيومنت ده، فانا ببتدي بحط ايه النقطه، وانا بحط النقطه وادخل سبيسيفيك. مثلا لو انا عايز دوكيومنت دوت، بمجرد اني اكتب دوت فانا محتاج بقى ايه حاجه تخص الدوكيومنت. مثلا لو انا اخترت الامر الخاص بقول دوكيومنت دوت اول وعملت انتر، هيقول لي بص يا سيدي هيعرض لي كل العناصر الموجوده في الدوكيومنت بتاعك، وبيقول لي ان انت عندك 11 اليمنت، وفتح لي اري قال لك بص ادي اتش 1 عندك ولا مش عندك موجود، وده ب اتش تي ام ال ده اول واحد، وبعدين الهيد والميتا 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 بنفس الترتيب بالظبط، ابتدى لي بالدوك الاتش تي ام ال والهيد وبعدين ميتا ميتا، لو عديتهم هتلاقيهم نفس العناصر اللي هو كان جاي لهم، وحتى كمان حاطط لي الهيدنج وحاطط لي الفيو بورت والكلام الجميل اللي هو عامله ده. ده لو انا عرضت كل الكونتنت اللي موجود جوه الدوكيومنت بتاعي. جاي اوكي. طب انا لو قلت له مثلا دوكيومنت دوت وقلت له مثلا هيد، فانا كده ببقى سبيسيفيك عايز اجيب الهيد بس، فبيقول لي اه خلاص اوكي انت عايز الهيد، الهيد ده الحاجات اللي موجوده فيه. نفس السيناريو لو انا قلت له مثلا دوكيومنت دوت بودي، كده انا بس بحاول اكسس على الدوم، هيجيب لي الكونتنت بتاع البادي اهو. انا كده يا جماعه بحاول اكسس على الدوم علشان اوصل لسبيسيفيك لعنصر معين، ولسه مش بصدد الحديث انها زي مانج او تشينج او غير في الكلام ده توضيف والقصص ديت، بس انا بحاول نوضح المفهوم بشكل بسيط. نفس السيناريو لو انا قلت له مثلا دوكيومنت دوت تايتل، وانت عارف ان هو موجود عندي في التايتل مثلا اسمها دوم، لو انا قلت له دوكيومنت دوت تايتل وانتر هيجيب لي النص بتاعك اللي هو الكلمه اللي كانت مكتوبه عباره عن دوت. ديت الفكره بان انت بتحاول تاكسس على العناصر المختلفه الخاصه بالدوكيومنت، يبقى الدوكيومنت ده بيكون عباره عن الوثيقه الكبيره اللي فيها كل العناصر تبعك. على ما اظن انت مش هتستغرب لما تتكلم عن حاجه اسمها دوكيومنت ترايت وتعرف ان انت عايز تكتب نص معين جوه الدوكيومنت، على ما اظن المفهوم ده بيجي اسهل معاك شويه بعد ما انت اخذت الفكره بتاعت كل الكلام ده بيمشي عباره عن ميثود، وبعد الميثود بيكون في دوت، وبعد الدوت بتحدد اسم الطريقه اللي انت عايز تضيفها. مثلا انا بقول دوكيومنت دوت تايتل فعايز اعرض التايتل، دوكيومنت دوت ترايت فانا بستخدم اني احاول اكتب نص معين، دوكيومنت دوت بادي عايز اعرض البادي، وهكذا بالنسبه لي بقية العناصر اللي بتكون موجودة في ال HTML document بتاعي. ده بالنسبة لي زي تمهيد بسيط عن موضوع الدوكيومنت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.